اهلا بحضراتكم من داخل مركز التنبؤات والانذار المبكر بالهيئه العامه للارصاد الجويه لنطلعكم على تفاصيل الحاله الجويه المتوقعه اليوم وكذلك على مدار الايام القليله القادمه. بتشهد البلاد كما نلاحظ بدايه من اليوم انخفاض طفيف في درجات الحراره على كافه الانحاء. درجات الحراره اللي بيتم تسجيلها اليوم وغدا تحديدا هتكون اقل من المعدلات الطبيعيه بحوالي درجه الى درجتين تقريبا. يعني العظمى على القاهره هتكون 32 درجه مئويه، هتصل ل 34 درجه على محافظات شمال الصعيد، في حين ان محافظات الساحل الشمالي هتكون العظمى عليها 27 درجه مئويه. كمان محافظات جنوب الصعيد هتبدا تنخفض عليها درجات الحراره عن الفتره الماضيه، يعني جنوب الصعيد بعد ما كان بيسجل 45 درجه مئويه هيبدا من اليوم يسجل 38 الى 39 درجه مئويه، وبالتالي الاجواء هتكون مائله للحراره على محافظات الساحل الشمالي وشمال الوجه البحري، بينما هتكون حاره على محافظات القاهره الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناه وايضا محافظات شمال الصعيد، لكنها هتكون شديده الحراره على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء ده خلال ساعات النهار. خلال ساعات الليل ايضا درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية وبتكون ما بين 20 الى 21 درجة مئوية سواء على القاهرة الكبرى او محافظات الساحل الشمالي او الوجه البحري. بترتفع درجات الحرارة الصغرى قليلا على محافظات شمال الصعيد علشان تكون 23 درجة مئوية، فنقدر نقول ان الاجواء خلال ساعات الليل هي اجواء بتكون معتدلة بشكل كبير وايضا خلال ساعات الصباح الباكر. اليوم وغدا تحديدا في تكونات لبعض السحب الخفيفة موجودة على مناطق من سواحلنا الشمالية بتمتد في بعض الأحيان لمناطق من محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى. السحب دي بتعمل على حجب أشعة الشمس بعض فترات النهار وبالتالي بتؤدي إلى تلطيف الأجواء بشكل كبير وانخفاض درجات الحرارة زي ما أشرنا. كمان السحب دي اليوم وغدا متوقع أن تتساقط معها في أمطار خفيفة وغير مؤثرة تماما على مناطق متفرقة من محافظات الساحل الشمالي زي مطروح، اسكندرية، بورسعيد، دمياط، شمال سيناء. في بعض الأحيان الأمطار بتمتد لمناطق من محافظات شمال الوجه البحري زي البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، كل هذه المناطق عليها فرص أمطار اليوم. غدا هيستمر معنا فرص الأمطار الخفيفة دي على نفس المناطق، ممكن تمتد أحيانا لمناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومناطق من مدن القناة. كل هذه المناطق غدا عليها فرصة ضعيفة لأمطار خفيفة غدا غير مؤثرة تماما، مع استمرار درجات الحرارة في حدود ال 32 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والوجه البحري. لكن بداية من يوم الأربع القادم إن شاء الله متوقع أن تبدأ الأجواء تكون مشمسة أغلب ساعات النهار، وبالتالي ممكن نلاقي ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بمعدل درجة. على نهاية الأسبوع ممكن نلاقي ارتفاع في درجات الحرارة بمعدل درجتين إلى ثلاث درجات، ممكن يستمر معنا بدايات الأسبوع المقبل. كمان عايزين نقول إن غدا تحديدا في نشاط رياح على أغلب مناطق الجمهورية بالفعل بيؤدي إلى تلطيف الأجواء بشكل كبير، لكنه بيكون مثير لبعض الرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد ومناطق من الصحراء الغربية. يعني نقدر نقول ان الاجواء اليوم وغدا هي اجواء ربيعية بتكون مائلة للحرارة على السواحل الشمالية، حارة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد. ايضا حالة البحرين الاحمر والمتوسط، لو اتكلمنا عن البحر المتوسط حركة الملاحة البحرية فيه معتدلة وارتفاع الموج بيصل الى 2 متر، لكن بعض المناطق من البحر الاحمر بتصل فيها ارتفاع الامواج الى 2.5 متر، وبالتالي نقدر نقول ان البحر الاحمر من معتدل الى مضطرب في بعض الاحيان واتجاه الرياح طبعا شماليه غربيه. يعني بصفه عامه الاجواء مستقره هذه الايام؟ بالتأكيد حتى نهاية الأسبوع، يمكن كمان بدايات الأسبوع المقبل، الخرائط لا تشير إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة، فقط على نهاية الأسبوع ممكن ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، لكن من اليوم وحتى نهاية الأسبوع أجواء معتدلة وربيعية بشكل كبير جدا. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك.